التوتر، ويمكن في فصل تام ما بين غرفه النادي الاهلي وغرفه الاتحاد السكندري، حصل يمكن شد وجذب كبير، وزي ما كابتن وليد شرح، لكن سرعان ما الامور يمكن خلاص لعيبه النادي الاهلي دخلت الى الغرف، لكن كان في بعض المضايقات زي ما كابتن وليد قال واكد، كان في احتكاك قوي رمضان صبحي، وكان خالد قمر كمان بالتحديد مع الشناوي وعلي معلول، الامر كان صعب جدا، لكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي الدنيا هاديه شويه بعد دخول كابتن وليد وكابتن حلمي طولان لمستر مارتن لاسارتي وكابتن سيد عبد الحفيظ ورمضان صبحي بالتحديد، لكن الاجواء صعبه هنا شويه كابتن اسلام في استاد برج العرب. احنا بنحاول طبعا كالعاده بيبقى اللقاءات مجرد المباراه بتنتهي بيكون معانا لقاءات، لان المباراه مهمه وفوز مهم، وفوز في الدقيقه 93 ده كمان، والاهداف اللي بتيجي في الدقيقه 93 دي يعني بتبقى امر مهم جدا لجمهور النادي الاهلي، لكن في ظل الظروف اللي احنا فيها في هذه اللحظات الامر صعب شويه هنا في استاد برج العرب. الناس بتقوم بمجهود كبير جدا القوات المسلحه، لكن في خلال لحظات ان شاء الله كابتن سيد يكون معانا كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن اسلام يكون معانا كابتن سامي، كابتن يوسف، بعد ما يكون معاك الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمد يوسف، اتمنى برضو ان انت يكون معاك الحاج محمد مصلحي رئيس النادي الاتحاد السكندري، اتمنى ان يكون معاك كابتن حلمي طولان، وانا الحقيقه بشكر جدا الكابتن وليد صلاح. انا بشكرك طبعا يا كريم، ولو معاك اي لقاء في اي وقت احنا معاك على الهواء.